السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الفيديو الذي نقوم به بعد مرور كل 150 فيديو. الآن قناتنا تحتوي على 1350 فيديو. نتابع معا إحصائيات القناة، تطورها، اشتراكاتها ومشاهداتها. تابعوا معنا. ندخل على قناتنا على اليوتيوب، نذهب إلى تابلو بور لنرى إحصائيات القناة بصفة مختصرة. أولا، اشتراكات القناة وصلت إلى 14534، أي بزيادة مقدارها 1200 تقريبا، أكثر من 1200 مشترك عن آخر 150 فيديو. نلاحظ هنا المشاهدة في آخر 28 يوم وساعات المشاهدة إضافة إلى الأرباح. هنا الفيديوهات الأكثر مشاهدة في آخر 48 ساعة. نذهب إلى الإحصائيات بالتدقيق. أولا نرى هنا كما قلنا المشتركين، وهنا مشاهدات القناة في آخر 48 ساعة نلاحظ 2933. القناة ليست في تصاعد بالنسبة للمشاهدات، هي في ثبات، على أقل تقدير نقول ثبات في المشاهدات. نذهب إلى رؤية الفيديوهات التي أعطت أكثر المشاهدات في آخر 48 ساعة. كما نرى هنا تقريبا فيديوهات قليلة التي أعطت مشاهدات كثيرة في آخر 48 ساعة. لاحظوا أمامنا هنا نوعية الفيديوهات وعناوينها لكي نقارنها بالفترة القادمة إن شاء الله. نعود إلى الإحصائيات العامة، نذهب إلى كوفرتشر لنرى الصورة المصغرة لفيديوهاتنا كم مرة ظهرت في آخر 28 يوم. نلاحظ 310,000 ظهور بنسبة ضغط ونقر 10%. المشاهدات كما قلنا 42,000 مشاهدة. المشاهدات من أين تأتينا؟ تأتينا من البحث عن اليوتيوب، أكثريتها أو أغلبيتها الساحقة 84.6%، ثم تأتي اقتراحات الفيديو بنسبة ضئيلة 5.3%. تأتينا أيضا من نواحي خارجية، أي كجوجل ومثلا واتساب أو خارج اليوتيوب. نذهب هنا إلى فقرة البلاي ليست. فقرة البلاي ليست مؤخرا تم عمل تصنيفها على حسب البلاي ليست، ونرى هنا توزع في مشاهدة الفيديوهات عبر البلاي ليست إلى غير ذلك. نذهب إلى engagement. engagement متوسط المشاهدة بلغ حوالي دقيقة و12 ثانية، هو ضعيف ولكن ليس بالضعيف جدا، وإنما ضعيف قريب من الوسط. إن شاء الله سيتم تحسينه في قادم الفيديوهات. هنا نرى الفيديوهات الأكثر مشاهدة أو التي أعطت هذا الريتونسيون دوديونس كبير جدا، يقدر ب94%. هو تقريبا هذه الفيديوهات التي ترى هنا تظهر هنا كتفسيرات للأحلام والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. الفيديوهات الأكثر مشاهدة كما نرى هي هذه الفيديوهات التي تظهر هنا في آخر 28 يوم. طبعا لنذهب إلى إحصائيات القناة من ناحية أخرى، كما نقول من ناحية أخرى إحصائيات قناتنا مثلا في الصفحات، في فقرة الكوميونيتي أقوم بنشر صور وكذلك السونداج إضافة إلى نصوص معلوماتية وفيديوهات. نرى مثلا في تطور في مستوى الجامعات وعدد الجامعات في آخر الفيديوهات المطروحة، في آخر الصور عفوا المطروحة والتي أطرحها مرة واحدة في 24 ساعة على الساعة 7 مساء. نذهب إلى الجمهور. الجمهور كما نرى المشتركون زادوا ب185 عن آخر في آخر 28 يوم.
الدول التي تشاهدنا أكثر، تشاهد قناتي بصفة أكثر، هي الجزائر بنسبة تتعدى 33%، العراق بعدها ب 15.9%، السعودية بعدها، والمغرب ومصر، تقريبا الدول العربية بقوة. نذهب إلى الأرباح. الأرباح هي الفارقة في قناتي إن شاء الله. الأرباح في تزايد بالرغم من عدم تطور القناة من ناحية المشاهدات. نرى أنه في آخر 14 في آخر عفوا 28 يوم هناك 10.17 أورو كنسبة أرباح. نلاحظ هنا تطورها بمستوى بمرور الأشهر. سبتمبر 12.71 لتسجل أقصى أرباح للقناة منذ تفعيل الربح عليها، وهي 14.67 أورو، لتعود وتتناقص في شهر جانفي نظرا لنقص الإعلانات، وهي كما هو معروف في تقاليد اليوتيوب شهر جانفي هو الشهر الأقل ربحا في أشهر السنة الـ12. وهنا لا زلنا في بداية شهر فيفري، نلاحظ هنا تطور إلى 3.86 أورو، وبإذن الله سنجتاز حاجز الـ12 أورو في محاولة إلى خرق حاجز الـ15 أورو بإذن الله في شهر مارس. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، دمتم في أمان الله، إلى أن نلتقي بعد 150 فيديو، أي بعد أن تصل القناة إلى 1500 فيديو. للإشارة ندخل إلى موقع سوشيال بلاي لنرى ترتيب قناتنا بعد مرور 1350 فيديو. نرى ترتيبها في الجزائر هي في المرتبة 1741. ترتيبها من ناحية المشاهدات في العالم أجمع هي ترتيبها 2,763,000. أما ترتيبها من ناحية المشتركين عالميا فهي في المرتبة 44,000. للإشارة فقناتنا على العموم لم تصل إلى حاجز المليون مشاهدة. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.